اسمح لي أن يشركنا في هذا النقاش الدكتور محمد عبد الكريم الشيخ، نائب رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون. أهلا ومرحبا بكم دكتور معنا في هذه الحلقة. في البداية، مواقفكم الأخيرة تجاه ما يجري في السودان. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لقناة التاسعة على الاستضافة. حياكم الله، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. بالنسبة للوضع الراهن في السودان الآن، هو وضع تكلسي سياسي، باعتبار أن المجلس العسكري يعني أخطأ خطأ كبيرا في بداية الأمر، عندما راهن على مسألة التوصل إلى اتفاق مع فصيل واحد، ثم يعني أهمل الفصائل الأخرى، ثم يعني ظهرت أصوات يعني من هنا وهناك بسبب الضغوطات الخارجية ربما، في تكرار بعض السيناريوهات في الربيع العربي في دول أخرى مثل مصر وغيرها، في مسألة قضية يعني أن يحكم العسكر بطريقة ما. وهذه المحاولات يعني جرت وتجري، لا شك أنها هناك ضغوط كبيرة في هذا الاتجاه، لأنه للأسف الشديد أن بعض القوى الإقليمية ومن ورائها حتى بعض الدول الكبرى ليس في مصلحتها أن تكون هنالك حكومات مدنية يعني تتمتع باستقلالية وتبسط الحريات الأساسية بالنسبة لهذه الشعوب. نحن كشعوب عربية ومسلمة وإفريقية نظن بأننا في أجواء الحرية نستطيع أن نقوم بالإصلاح والتنمية، وأن نستثمر هذه الموارد أحسن استثمار. لكن عندما تكون هنالك يكون هناك سيف مسلط على هذه الشعوب من قبل أنظمة مستبدة، مهما كان نوع الاستبداد هذا، فإن هذه إن هذا السيف، سيف الاستبداد هذا، يهلك الحرث والنسل، ويحدث من الفساد ما الله تعالى به عليم. لكن للأسف الشديد أن هذه الشعوب التي ترنو وتتطلع إلى هذه الحرية وإلى المؤسسية في الدولة تواجه للأسف الشديد بمؤامرات مختلفة من هنا وهناك. ولكن في ذات الوقت أيضا للأسف أن بعض النخب السياسية تمارس نفس الدور في مسألة الدكتاتورية واحتكار السلطة، وهذا الذي نحن منينا به هنا في السودان الآن. يعني نحن كنا نستبشر بهذه الثورة أنها تؤدي بنا في النهاية إلى الدولة المدنية التي هي دولة مؤسسات، لكن فوجئنا بأن هنالك من يقفز على هذه الثورة بأيديولوجية معينة في الدعوة إلى يعني بشكل متطرف إلى علمانية، بشكل متطرف يعني كأنه يريد أن لفترة انتقالية أن تكون فترة انتقالية. طيب هنا الآن دكتور، في ظل هذه التجاذبات وتأثير الإقليم على السودان، هل يمكن تطبيق ما يرنو إليه الشعب؟ يمكن في حالة واحدة، إذا استطاع هذا الشعب أن يحدد هدفاً أسمى. الهدف الأسمى هو الانتقال السلمي للسلطة إلى الشعب، فبالتالي ينبغي أن يصطف، أن يكون هناك اصطفاف واحد، اصطفاف وطني واحد تجاه إقامة دولة مدنية بمؤسساتها. عندما يعني يتحد الناس لهذا الهدف بحيث أنه ما يكون هناك احتكار للسلطة لفصيل واحد لكي يفصل يعني انتخابات قادمة، ولكي يوجد دولة عميقة مكان دولة سابقة عميقة. يعني هذه مشكلة أيضا، يعني إنه الذي يريد، الذي يأتي ويقول والله لا، أنا لن يعني أرضى بدولة مدنية إلا أن أهدم الدولة السابقة كلها وأعيد ترتيبها من جديد، وهذا يعني هذا يعني نوع من الإشكالية الكبيرة التي نحن في جدل فيها، ونحاول إن شاء الله أن نصل إلى شيء من التوافق من خلال الحوار مع الأطراف كلها. طيب، إن شاء الله. التيار نصرة الشريعة والقانون ودولة القانون، أقصد هناك الحديث عن انشقاقات بصفوفه،
ما حقيقة ذلك؟ لا ليس صحيحا. يعني تيار نصرة الشريعة والقانون يعني منذ أن قام كان له هدفان أساسيان. الهدف الأول نصرة الشريعة على اعتبار أنه عندنا بالذات السودان الشريعة لها خصوصية، يعني الشريعة ليست بضاعة سلطوية يعني جاء بها النظام معين، يعني النميري جاء فثبت الشريعة فما استطاعت الأنظمة بعده أن تتجاوز هذه القضية. نعم. فهي قضية هي هو مطلب شعبي، فبالتالي هذه المسألة هي مسألة نابعة من يعني من تطلعات الشعب السوداني بالدرجة الأولى. القضية الثانية قضية أيضا قضية دولة القانون. فمهما كان هنالك يعني تباين في وجهات النظر أحيانا في بعض المواقف أو في بعض الوسائل، فيعني المكون التيار متفهم تماما لهذه المسألة. فما أنا نائب رئيس التيار يعني، وعندي عندنا كان قبل ساعات اجتماع للمجلس القيادي يعني مع رئيس التيار أنا وهو في اجتماع متعلق، لا ما وصلنا أي شيء عن انشقاق ولا تقديم استقالة ولا إعلان انسحاب، لم يحدث. طيب هذا في حال مورست عليكم ضغوطا معينة الله أعلم من أين تكون، هل ستقفون بصف العسكر؟ لا أبدا بأي حال من الأحوال، نحن لا نقف مع أي جهة، نحن نقف في يعني موقفا مستقلا تماما. يعني نحن نريد من العسكر أن يؤسس حكومة مدنية بالتوافق السياسي القائم. نعم. فنحن نتخندق مع كما لا نريد له أيضا أن يتخندق مع فصيلة، وإنما نريد للعسكر أن يرجع إلى المربع الأول في استدعاء المبادرات التي قدمت من قبل الفصائل السياسية المختلفة، ويستدعي ممثلي هذه المبادرات للوصول إلى التوافق السياسي.